السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف صحة وخير. وحشني كتير كتير، واهلا وسهلا كل حبايبي اللي في قناة عالم نجومات. طبعا اول حاجة، اولا انا احب اعتذر على الغيبة الطويلة، بقالي كام يوم كده مش بعرف انزل فيديوهات، معلش اعذروني لظروف شخصية خاصة يعني، فمعلش طبعا اعذروني. اكيد طبعا كل واحد فينا عنده مشاكل وعنده حاجات في حياته بتعطله مثلا عن حاجة معينة، فمعلش يعني اعذروني لو كنت قصرت شوية مع الناس على القناة، لكن انتوا بجد وحشين كتير. طبعا دوت فيديو بقى قلت اعمله كده، فيديو كده في السريع، عشان في ناس بتزهق من الفيديوهات الطويلة لما بتطول يعني. فانا بحب دايما يكون كل حبايبي بيتفرجوا على فيديوهاتي وهم مستمتعين ومبسوطين دايما بكل حاجة انا بقدمها في القناة، سواء الفيديو دوت او كل الفيديوهات اللي على القناة. اتمنى ان هي تكون بتعجبكم دايما وبتعني مشاهدة ممتعة للجميع ان شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده الفيديو معانا، دي عارضة الازياء اسمها علياء بسوني. طبعا عارضة الازياء ديت احمد سعد، الفنان احمد سعد اعلن خطوبته على عارضة الازياء علياء بسوني، وكمان كان عامل لها او حضر يعني عيد ميلادها وغنى فيه هو وعمر كمال اللي هو الفنان المطرب الشعبي عمر كمال. طبعا زي ما انتم شايفين كده، وديت بعض الصور يعني مع عارضة الازياء علياء بسيوني، ديت يعني بعض الصور كده معاها. طبعا كان رد فعل بقى الفنانة سمية الخشاب، طبعا برضو بعدها بالظبط بعدها بيوم او اتنين تقريبا من اعلان الخطوبة احمد سعد على عارضة الازياء علياء بسيوني. طبعا سمية الخشاب برضو طلعت وعملت لايف، عملت بث مباشر، ولكن الحقيقة بصراحة ملحقتش حتى اعرف هي قالت فيه ايه، بس هي طلعت وعملت بث مباشر وقالت فيه كلام كتير كده. طبعا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده الصور معانا، اتمنى كده يا رب تكون كل الفيديوهات اللي بقدمها تكون بتعجبكم وبتنال اعجابكم دايما. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هو الفنان احمد سعد بيعلن خطوبته، وقال كمان ان هو بيعيش قصه حب حاليا، قصه حب جميله جدا جدا مع عارضة الازياء علياء بسيوني. بس انا اتمنى طبعا ان يا رب بقى المره دي يا احمد سعد تستمر في العلاقه وما تفصلهاش على طول، يعني مش كل شويه بقى تخطب وتتجوز وبعد كده ترجع تاني تفسخ الخطوبه او الجواز كده يعني، زي ما احنا شايفين اهوت. ودوت احتفال احمد سعد بعيد ميلاد خطيبته زي ما انتم شايفين كده اهوت. اتمنى يا رب كده يكون كل الفيديوهات اللي بقدمها على قناه عالم نوعات بتعجبكم، وانتظرونا ان شاء الله في كل جديد. انا بس حبيت اعرفكم الخبر دوت ان الفنان احمد سعد خطب يعني او قال ان هو خطبته هتتم الشهر المقبل على عارضة الازياء علياء بسيوني، واللي طبعا مش عارف مين هي عارضة الازياء علياء بسيوني، لان طبعا انا واحدة من الناس برضو اللي ما كانوش يعرفوا هي مين. تقدروا تدخلوا وتعملوا سيرش على جوجل وانتوا ان شاء الله هتعرفوها يعني، هيطلع لكم كل المعلومات عنها. اشوفكم على خير يا رب، متنسوناش بقى يا حبايبي في لايكات وشير. مع السلامه.